شكون الغالبيه اللي ما يرفدوا دوك الجد والجده؟ غاده عاده المراه اكثر من الراجل. الطفله هي اللي تجبد بنته ترفدو خا من بنته وليده. هي اللي ترفدو اكثر من وليده. وليده تديه طفله وهذيك الطفله لما كانتش بنت فاميليا والله دخلوا في مشاكل مقبل مشاكل حتى تصير القطيعه. بعد كي تصير القطيعه يولي صعيب باش يرفد باباه لانه الجو ماهوش مناسب، خلاص توترت العلاقه. الطفله هي اللي ولات تجبد. الا تلاحظ في مؤخرا في السنوات الاخيره ولا الكل عنده التواصل بزاف مع دار الاهل، هي الطفله هي اللي تداوي. هي كلش شكون اللي تجبد الراجل الفاميلتا؟ المراه تجبد الراجل الفاميلتا ولا الفاميلتو تجبد اصلا الفاميلتا. كاين واحد المثل اللي يقول لك اللي ما عندوش البنات ما يعرفوه وين مات. لا لا صح، بالك هذه الحكمه. لا لا صح، هاد الهضره تاع بكري صح، لانه بزاف ديجان بزاف رجال اضعاف قدام نساهم. نساهم شغل يدوهم، نساهم يقهروهم ونساهم ما ينحوهم، دير له مشاكل هكذا تخلط له وبعد يجبد روحه وبعد ينفصل على العائله وبعد يقول لك انا عيان خلاص نكمل عليها وخلاص. السمعه تاعو تتشوه بكري باللي مرته تقودو من ودنه وباللي مرته تدير له معناتها تقصاو جزء كبير من الرجال تقصاوه. على هذه انا نقول يا ناس اللي ماكش قادر على مرتك حافظوا مو على علاقتك مع اهل تاعك. روح انت يا سيدي، ما قدرتش تدي الدراري، ما قدرتش تدي مرتك، روح وحدك، روح وحدك، اقعد معاهم، بات معاهم، ارفدهم، دير الواجب تاعك. ما قدرتش ديرو كومبلي، ديرو في نصه. ماكش راح تموت الا حبت في دار باباك ويماك وقعدت مع يماك وباباك ورفدتهم. انا نعرف رجاله والله غير يغسلوا لباباهم ويماهم ورفدهم حتى ماتوا. الله غالب مرتو عيانه، هذا نورمال. مي صح ما سمحش بوالديه. صح استاذ، راك تقول لي صح الطفله هي اللي تعاون باباها وهي اللي ترفدو. الراجل دوكا مع الخدمه وكاع ما ينجمش يدير هذا الدور. انا نشوف اللي ما يقدرش. هذا ازمه نحكو في حاله خاصه.